أنا دايما بتسألوني السؤال، صالح أنت شو بتشتغل؟ ليه مهم؟ اخي حط لايك، ما فيها شيء ترى. حط لايك. وقفت تمرين الصبح، حجرب أرجع لتمرين بعد الدوام عشان بلش عم ياخد وقت معي. يعني أنا تمريني أحيانا بيطول، فصرت عم بتأخر شوي عشان أبدأ شغلي، وهذا رح يسبب لي مشكلة بعدين. فخلينا نرجع لتمارين بعد الدوام، مع إنه والله رح أشتاق لتمارين الصبح. Coffee is life. It tastes like hopes and dreams. الله يسامحكم. بس بنزل اشرب مي. طيب انا بالماضي كنت اقضي يومي كله قاعد بالمكتب، ما بسوي اي شيء، ما بتحرك، وكان كتير ياثر على تمريني. فالفترة هاي حتى وأنا بالبيت، حتى لما أجي على المكتب، بحاول قد ما بقدر إني أمشي أتحرك كل ساعة ساعتين، قوم من المكتب وأتحرك. حتى لو عندي شغل، يعني ما خلصت شغلي هلأ، بس يعني بحاول قد ما بقدر إنه أتحرك. يعني هلأ صرت ماشي تقريبا 3000 وشوي خطوة، وبعدني بنص اليوم، فهذا شيء منيح مقارنة بالماضي. كنت بالماضي يمكن أخلص يوم كامل مع تمرين ممكن ختمت 4000 خطوة. ففي تحسن، وإن شاء الله نحاول قد ما بنقدر إنه دائما نوصل ال 10000 كل يوم. كفي دوام لليوم. بدي أعطي شكر لكل الناس اللي دعموني بالفيديو اللي فات. أنا أعلنت إنه فتحت الاشتراك بالقناة عن طريق الممبرشيب. لو بتنتبهوا تحت في مكتوب في كبسة جوين، ولو مش باينة عندكم بتشوفوا الرابط بالوصف. هذه بس طريقة إنه تدعموا القناة فيها. فشكرا، شكر كبير لكل اللي دعموني. رح أحط أساميهم على الشاشة عشان هني السبب اللي بيعطيني حافز إني كمل ونزل محتوى أكتر وأكتر على اليوتيوب. فشكرا، شكرا، شكرا. ماذا الكاميرا؟ هيك أحسن. طيب أنا كل يوم قبل التمرين سكوب كارب، سكوب كرياتين، مخمخ عليه على الطريق للنادي. انا بستغل بس هلا الفرصه انه صوت المغرب عشان ما في ميوزك. انتوا دائما بتعلقوا بالفيديو بتقولوا ليه بتحط ميوزك بالمقاطع وانت بتتمرن؟ عشان لو ما حطيت ميوزك بتسمع ميوزك النادي، لو سمعتوا ميوزك النادي الفيديو بينشال عن يوتيوب، فلازم نغطي الفيديو. فالفتره هذه Thank you.
أكبر غلطة سويتها اليوم إني ما أكلت قبل التمرين. أنا كنت على ماشي على البيتزا من وقت الغداء، وهذه أكبر غلطة كانت. كانت تقيل شوي فقلت ما بقدر أكل، بعدين روح أتمرن، بس كان لازم أكل لي شيء عشان هلأ حاسس حالي دايخ. طيب أنا من كتر ما كنت مستعجل بدي أكل، أول ما وصلت على البيت أكلت. يعطيها العافية ماما عملت شوش بارك اليوم، ما لحقت اصور عشان ماني شايف قدامي. اول ما دخلت على البيت على طول اكل اكل اكل، اكلت وبس. فشوفوا التمرين هالفترة ما في، يعني مش عم ركز كتير على الاوزان لو انتبهتوا، مش عم ركز كتير على شد عالي، وحتى التمارين مختلفة شوي عن التمارين اللي بلعبها عادة. هذه فترة بعتبرها فترة راحة، فترة بس انه بعمل تمارين مختلفة شوي عشان لما ارجع بالتحضير ولا برجع لبرنامج بمشي عليه انه باخره بمتحن اوزاني او وقتها بطولة ان شاء الله، بكون لما ابدأ فيه ببدأ بعدني يعني طازة لنقول ولا فريش، انه ما ببدأ وعندي مشاكل ووجع وألم هون وشد هون، عرفت كيف؟ فانا ان شاء الله ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي يوم ما بعرف يا يوم الاحد يا يوم الاثنين نسيت، حبدأ اتمرن تمرين باور ليفتنج، حبدا اتمرن تمرين تجهيز لبطوله. احتمال البطوله يعني عشان انا عم فكر ان البطوله اللي جايه ممكن تكون باخر هالسنه او بدايه السنه الجاي، فبدي بلش احضر من هلا وجهز نفسي. فانا اللي حسويه انه راح اخذكم معي على الرحله، كيف بحضر لبطوله، كيف بحضر، كيف بتمرن، شو التمرين، وكيف العقليه بتكون وقت انت عم تحضر لبطوله. فهاخذكم معي هالفتره الشهور اللي جاي، هتشوفوا كيف بنحضر لبطولة عشان انتوا هذا الشيء انتوا عم تسألوا عنه كتير، وبدي اخدكم معي نتعلم مع بعض. فبشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.